بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على التست دريفن ديفلوبمنت مع الاوبجكت، وقعدنا نتكلم شوية، واحنا لغاية دلوقتي ما زلنا بنتكلم على ايه؟ على طريقة كانوا بيستخدموها قبل الجيونت. ان شاء الله اخر حلقة النهارده في التي دي دي اللي هي تيست التي دي دي تيست دريفن ديفلوبمنت، تمام؟ ان شاء الله هتكون اخر حلقه، تمام؟ والمره الجايه نبدا بقى في الجيونت بتاعتنا ونبدا نشتغل عليه ونشوف الانوتيشن الخاصه بالجيونت ونبدا نهندل الدنيا، تمام؟ هنعمل بس حاجه بسيطه جدا، تمام؟ ونشرح ازاي الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها احنا شغالين بيها دلوقتي. بصوا معايا، خلينا سيبك بقى من ايه، من اوبجكت، وهنا هنقول له ريتيرن بلاير اللي هي الليسته بتاعتي دوت جيت الاي. هرجع لي ايه؟ الاي اللي انا البلاير اللي هرجعها اللي هو النيم اللي انا ايه اللي انا هسيرش بيه، وحاجه هنا اقول له ايه؟ دي هترجع لي سترينج. فمشكله؟ ما فيش اي مشكله. رجعنا لايه؟ للطريقه القديمه. نيجي في التست اهو، خلينا نشيل ده اهي. هنيجي هنا عملنا عندنا اثنين بلاير ايا كان، هنقول له بلاير دوت جيت نيم ميسي، تمام؟ ولو استخدم له بلاير 2 دوت جيت نيم، وليكن نجيب مثلا سي ار 7. انت متوقع ايه؟ بصوا معايا، متوقع انه يضرب لي ايه؟ انه يضرب لي ايرور، تمام؟ نشوف كده اهو. هنيجي هنا هنقول له ايه؟ ران. ران ايه الفانكشن ديت اللي هي ايه؟ اللي هي التست بتاعتي. ففعلا جاب لي ايه؟ ايرور، لان احنا قلنا assertion assert equal، لو هم تمام ما فيهمش مشكله ومتطابقين ما بيعملكش حاجه، بيجيب لك ان كل حاجه تمام ويجيب لك ترو وعلامه الصح ما فيش مشكله والبرنامج شغال 10 على 10، تمام؟ لان دي فعلا لما الاقيها هترجع لي ايه؟ ميسي، ودي هترجع لي سي ار 7 فمش متطابقين. لو خدت ميسي حطيته هنا ورحت عملت رن تاني اهو من الجنب برده ما فيش مشكله، نشوف كده قال لك ايه؟ كل حاجه تمام، مفيش اي مشكله ومفيش ايرور وكل حاجه تمام، صح ولا غلط؟ صح. جميل. تمام. لو عملنا فانكشن هنا كمان اهي، ركزوا معايا. سميتها، خلي دي 1 وخلي دي 2 وخلي دي ايه؟ وخلي دي 3، عشان بس اوضح لكم الطريقه بتاعت تي دي دي شغاله ازاي. اهو 3، تمام؟ خلي ديت خليها مصلاة اهي، حلو. خلينا نعمل كمان واحدة، اخر واحدة ان شاء الله اهي، تمام؟ خليها 4 وخلي هنا ايه؟ خلي هنا سي ار 7. انا اخدوها كوبي عشان تبقى ايه؟ نشوف كابيتال ولا سمول، تمام؟ مفيش مشكلة اهو. وهنا ميسي وميسي مفيش مشكلة، تمام؟ ركزوا معايا، احنا لما اتكلمنا قبل كده على التي دي دي، تمام؟ خلينا نفتح البنت. قلنا ان احنا اول حاجه، ركزوا معايا، اول حاجه بنعملها اهي بنعمل ايه؟ بنعمل امبلمنت للكود، تمام؟ عملنا اهو هنا اهو امبلمنت للكود، ده الكود بتاعنا عملنا ليه امبلمنت، تمام؟ بعد كده قلنا بنروح نعمل ايه؟ بنروح نرن، قصدي نكتب الكود، نكتب الكود بتاع التيست. هنا عملنا الكود بتاعنا اللي هو بتاع الابلكيشن بتاعنا اللي هو الكود الاصلي بتاعنا اللي هو ده. بعد كده بنكتب دي كود ابلكيشن اهو، تمام؟ ده الكود بتاع التيست. بصوا معايا اهو اللي احنا كتبناه ده اهو كود تيست، جميل؟ اهو اللي احنا ايه كتبناه اللي هو ده، حلو. قلنا بعديها هنروح نعمل ايه؟ فعلا بنروح نرن التيست اهو، برن التست. ده شيء جميل اهو، بروح رن التست، رن التست، تمام. قلنا هتاخد قرار، القرار ده لا اما يكون صح لا اما يكون غلط. صح
هروح ارن، هروح اعمل امبلمنتيشن لكود جديد وابدا ايه وابدا ارن تاني واكتب كود تاني ورن الايه الكود وكذلك. طب غلط غلط، قلنا بنروح نعمل ريفاكتور على التست بتاعنا ونروح نرن الايه التست تاني، مش ده اللي قلناه؟ ده ريفاكتور، تعمل ريفاكتور. حلو، فهنا اهو بص هنا اهو ده تمام اهو، اما رنيت تيست تمام رنيته، بعد ما رنيته هنا خدت قرار يس ولا نو؟ يس. اذا هروح بعد كده ارن اللي بعديه اهو، هروح بعد كده ارن اللي بعديه تمام. لا خلينا احنا ايه، اول واحده اهي بصوا معايا، اول واحده اهي رنيتها هتلاقيها تمام مفيش مشكله، قال لك اوكي حلو. بعد كده دي اول ايه، ده اول واحده تمام، قلنا نعم يس، هروح ايه اعمل امبلمنت ورن ايه واكتب كود تيست جديد اللي هو احنا كاتبينه اصلا اوريدي اهو اللي هي ديت، نعمل رن. قال لك ايه؟ لا المره دي قال لك غلط، اذا رحت ايه في الموضوع ده تمام، هروح ريفاكتور على التيست بتاعي. لو رحت على التيست بتاعي فعلا المفروض مو صلاح، النتيجه بتاعتها تكون برضه مو صلاح اهو، اذا عملت ريفاكتور. لو جيت رنيت تاني اهو خلاص هيقول لك صح كده، انا عملت ريفاكتور للتست بتاعي ورنيته تاني قال لي يس خلاص. هروح بقى ايه، شايفين الساق اهو، هروح بعد كده ايه هنا وهكذا. اذا دي الطريقه عشان تبان بشكل اكتر، انت ممكن تعمل رن للكلاس ذات نفسه كله وهو يرن لك كله ورا بعضه. اهو بص قال لك اهو نيم بلاير 1 تمام اهو، بص قال لك كله صح ما عدا ايه ديت، هي دي الغلط. لو رحت عندها لازم تعمل لها ايه، تعمل لها ريفاكتور، لان سي ار 7 ما بيطلعش ميسي، بيطلع برده سي ار 7، او ممكن احطها بين سترينج عادي خالص. جميل، هنرن تاني اهو، رن تاني. اذا الاربعه فانكشن بتوعنا اذا 10 على 10 كده، مفيش اي مشاكل وكل حاجه تمام كده يا جماعه، الموضوع ما فيهوش اي ايه مشكله. هعمل كليك يمين جيت اد جيت كوميت، هقول له هنا فينش تي دي دي، خلاص خلصنا كده تي دي دي خلصناها ما فيش اي ايه مشكله. كوميت اند بوش، كوميت اند بوش، واعمل بوش تمام. انا مش فاتح جيت هاب، لو فتحته سريعا تمام هنا اهو جيت هاب، هروح هنا اعمل ايه، هقول له تيستنج جيونت تمام اهو، مفيش اي ايه مفيش اي مشكله. ان شاء الله بقى يا جماعه من المره الجايه نبدا في جيونت تيستنج بتاعتنا، ونبدا نشوف الانوتيشن بتاعتنا ونشوف دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه، ونبدا نشتغل ونكمل مع بعض ان شاء الله فيما هو قادم. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.